ثلاثة من باكت جيلي دريم أناناس، أناناس أو مشمش اللي انتوا حابين تستخدموه. كوبايتين مية سخنة، هحتاج كمان كوبايتين مية متلجة. عندنا بقى زي ما قلتلك أي فاكهة احنا بنحبها أو متوفرة عندنا في البيت، بطيخ، شمام، كمثرى، جوافة، تفاح، عنب، موز، اللي متاح عندنا، مفيش تقييد خالص في الموضوع، المتاح واللي انا بحبه هضيفه للوصفه. اهم حاجه الفاكهه تتقطع مكعبات صغيره تمام، وتتقشر وتبقى مغسوله وزي الفل، تبقى جاهزه معانا بالشكل ده. تعالوا بينا نشتغل يلا على طول. تعالوا بينا الاول نحضر الجيلي، وهتلاحظوا معايا بس ان انا مقلله في كميه الميه بتاعه الجيلي علشان عندنا فاكهه والفاكهه فيها سوائل، فانا عايزه احافظ على القوام بتاع الجيلي، فهقلل نسبه الميه شويه. فثلاثه باكت جيلي عليهم كوبايتين ميه مغليين، ميه سخنه يعني، هتجيبوا لي المعيار اعير بيه تمام، وعايزه ميه متلجه. ايه دي الميه الساقعه تمام، وعندي طبق غويط. تعالوا نخلط الاول فيه الفاكهه على بال ما يدخل لنا المعيار عشان نعاير الميه. الفاكهه وانواعها وهي قد ايه ده يرجع ليكي انتي تمام. اتفضلي يا ريهام. اشوف كده، حاضر. ادي العنب اهو، هناك اهو تمام، شكرا يا ريهام. وادي عندنا قطع البطيخ طبعا متشال منه البذر، بالظبط. وادي الكيوي. قولي يا استاذ حمدي عايز ايه. يا استاذ حمدي مش سامعاك، عموما لو بتكلموني انا مش سامعة. التفاح عارفاكو. وادي الموز. وابتدي اخلط بقى الفاكهة دي مع بعض. يبقى زي ما قلنا كمية الفاكهة او انواعها يرجع ليكو انتو في البيت، اللي متاح عندكو اللي تقدروا توفروه تمام بالشكل ده. كده انا خلاص قلبت الفاكهه مع بعض وبقيت جاهزه. فتعالوا بينا كده ابتدي احط في الكاسات. ده الكاس الكبير، وهنا الكاسات الصغيره. بس كده الدنيا تبقى واضحه معانا. واضحه كده يا جماعه ولا تمام. بصوا كده ملينا الكاسات بالفاكهة بالشكل ده زي الفل. خلاص يلا بينا بقى خطوة الجيلي. زي ما اتفقنا احنا النهاردة هنستخدم جيلي أناناس من دريم. هبتدي أعاير المية. عندي 3 باكت جيلي، فهحتاج لهم كوبايتين ميه مغليين. دول كده كوبايتين هفضيهم وابتدي احط عليهم بقى الجيلي. يلا نفتح الجيلي بتاع دريم مع بعض. زي ما قلت لكم النهارده احنا مستخدمين جيلي الاناناس من دريم، ده شكله تمام، هيدينا لون حلو قوي، هيظهر معانا كمان لون الفاكهه جدا، عشان كده اخترت النهارده جيلي اناناس من دريم. يلا نفتح. بسم الله، ونفضي اول باكت، وادي التاني ريحته تحفه ما شاء الله. حاضر تمام.
ونبتدي نقلب بقى كويس جدا، وندوب الجيلي في الميه السخنه. عشان كده في البدايه بنحط ميه سخنه علشان ندوب فيها الجيلي والسكر اللي موجود معاه. نقلب كويس لغايه ما يدوب تماما. ببتدي احط بقى كوبايتين من الميه المتلجه عشان اخفض واقلل درجه حراره الجيلي، عشان لما انزلها على الفاكهه ما تخليش الفاكهه تدبل معانا. تمام، نقلب لغاية ما نتأكد ان الجيلي داب تماما. بعد ما دوبنا هجيب المعيار تاني علشان اعاير كوبايتين بقى مية ساقعة. احنا عايرنا كوبايتين مية مغليين دوبنا فيهم 3 من باكيت جيلي دريم. هبتدي دلوقتي احط كوبايتين مية متلجين. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزلهم بقى فوق الجيلي. وبكده اكون عملت عملية تبريد للجيلي بتاعي عشان يبقى حرارته اقل، فبالتالي احطه على الفاكهة وانا مطمنة انه مش هيغير ويدبل معانا الفاكهة. حلو قوي. يلا نجيب بقى مغرفة عشان ناخد بيها كده ونصب فوق الفاكهة. هايل. هنصب لغايه ما نغطي كده على الفاكهه بتاعتنا عشان ما تتاكسدش وتبقى محتفظه بلونها وشكلها جوه الجيلي. ننقل بقى. تمام يا استاذ حمدي، تسلم والله. شايفين لون جيلي الاناناس مخليني محتفظه بكل تفاصيل الفاكهه اللي موجوده، الوانها وشكلها وكل حاجه. هايل. نيجي بقى لاكبر كيس. تمام، ونصب عليه باقي الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجين بقى ان احنا ندخل الكاسات دي التلاجة 4-5 ساعات كده، يدوبك الجيلي بس يتماسك ويجمد ويدينا بقى الشكل اللي احنا عايزينه والطعم الخطير بقى. بصراحة مفيش احلى من بولة زي دي او كاس زي ده، الواحد راجع من بره كده والدنيا حر ياكلها ترطب عليه في الحر ده، بجد ممتعة. وعايز اقول لكم فعلا الجيلي مفيد جدا، اقروا عن فوائده هتلاقوا له فوائد كبيرة قوي قوي. المادة الجيلاتينية أصلا كلنا محتاجينها للمفاصل والبشرة وحاجات كتيرة جدا، يعني الجيلي من الحاجات المفيدة جدا وكمان للأطفال. ده شكله بقى بعد ما بيجمد، خلاص مسك نفسه. بصوا أهو، بصوا معايا، خلاص تماسك كده والدنيا بقت زي الفل، تحفة. زي ما انتم شايفين كده لسه الفاكهه محتفظه بشكلها والوانها، بجد شكله خطير قوي، باينه بالوانها كلها ما شاء الله خطيره، بجد شكله يفتح النفس، لازم تجربوه ان شاء الله. نعم، المعلقه جت كمان. ياه ياه، عايزين اطلع لكم كده بالمعلقه عشان تشوفوا يعني هو جامد ولا لا. حاضر. بصوا كده، بصوا 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 بصوا، يا خبر اهو. بصوا بصوا كده، تا 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 تا. كان بتغرينا اول حركه دي واحنا صغيرين، جيلي كده هو بيتهز كده، تحفه ما شاء الله بجد. لا حاجه منعشه وممتعه. ايه بجد والله العظيم ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا جدا.